السلام خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم دائما في فيديو جديد. بالمناسبه ان شاء الله ديال عيد الاضحى غنحضروا فقاص اللي كيجي اكثر من رائع بطريقه سهله للمبتدئين. بقوا معايا. بركه الله، بالنسبه للمقادير كنحتاجوا ما بين 550 حتى 600 غرام ديال الدقيق، 4 البيضات، نص كاس ديال اللوز اللي كيكون مرقد في الماء، 4 المعالق ديال الجنجلان، بيضه للتزيين، جوج معالق كبيره ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، خميره ديال الحلوه، ساشيه ديال الفاني، قبسه ديال الملح، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه سواء كانت مطحونه ولا ما مطحوناش. هنا استعملت الحليب على قبل المبتدئين ان شاء الله باش يصدق لهم الفقاص. كيف كتشوفوا خديت البيض والسكر حبيبات وخلطتهم مزيان، تخلطوهم مزيان حتى يذوب السكر. من بعد كتبداو تزيدوا العناصر الاخرى بشويه بشويه مع التخليط الدائم. هنا كيف كتشوفوا قسمت الدقيق على ثلاثة المرات وبديت كنزيد فيه مع الخميرة. هنا اكتفيت ب 550 غرام ديال الدقيق. واحد الملاحظه، ملي تكملوا القياس ديال الدقيق اللي عندكم غسلوا يديكم وكملوا العجين، سينو غتبدا تلصق لكم يديكم مع العجينه وانتم غتاخذوا هذيك الفكره بان العجينه مازال خاصها الدقيق. وهنا كنقسم العجين ثلاثه الاقسام، من بعد كنوضعه في الصينيه وكندهنوا سواء بالقهوه سريعه الذوبان او الصفر ديال البيض لكم الاختيار. بالنسبه للطياب ديال الفقاص، الناس اللي عندهم الفران ديال الغاز كيخشيو الصينيه وعاد كيشعلوا الفران، عافيه تكون مهيله من 30 حتى ل 45 دقيقه. اما بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الضوء اللي كيطيبوا بالفرفاره كيخشوا الفقاص ديالهم وكيديروا 100 درجة من 30 تاهو حتى ل 45 دقيقة. وهنا كنبداو نقطعوا بهذا الشكل. خصكم تعرفوا واحد الحاجة، بأن الناس كيقول لك كيقلبوا على الفقاص اللي ما كيكونش مشقق. أنا بالنسبة لي أنا إذا كان مشقق مزيان هذا كيتسمى تزيين حتى هو، الفقاص كيجي مشقق. المشكل فين كاين؟ المشكل هو أنك تبدا تقطع في الفقاص ويبدا كيتفرتت، هذاك هو المشكل. اما راه يقدر يجيكم مشقق الفقاص كله مشقق، ولكن ملي كتبدا كتقطع ما كيتفرتتش.
من بعد ما قطعنا الفقاس كنستفوه في الصينية بهذا الشكل، وكندخلوه للفران اللي كيكون من قبل سخون 180 درجة، وكنبقاو كنقلبو فيه مرة مرة حتى كنحمرو الواجهات بجوج وتنخرجوه، وهذه هي النتيجة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى تدعموني بلايك بارتاج وان بون كومونتير اللي غيحفزني باش نجيب لكم الجديد، ونخليكم هاد الساعة وعواشر مبروكة، وبسلام عليكم إلى الفيديو القادم.